لعنة سوق الكريبتو، تحليل البيتكوين لأصحاب القلوب القوية. إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الاستثمارية أو صفقة عملة صفرية، صديقي سارة 11.0 عملت بيبي الثانية قادرة تعطيك أرباح هائلة. صديقي هاي الصفقة مجانية، إذا حابب تحصل على هاي الصفقة ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو، راسلني لحتى أعطيك الصفقة. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. لعنة سوق الكريبتو صناديق الETF جريستيل سحبت البيتكوين إلى الأسفل. صديقي كسر مناطق 40,000، ما في ارتداد واضح بالسوق. هل معنى هذا السوق رح يذهب إلى الهاوية؟ هل نبيع ونخرج؟ بالتأكيد لا صديقي، من غير المنطق يبقى البيتكوين في هبوط، ما يكون في ارتداد قريب من مناطق القمة. من غير الممكن يبقى البيتكوين سلبي مهما كان جريسكيل باعت ممتلكاتها. البيتكوين حاليا عمال بتبحث عن قاع قادر على مسك السعر ويكون قادر على ارتداد البيتكوين في وسط موجة من الغضب القوية بسوق الكريبتو، ووصف شركة جريسكيل بلعنة سوق الكريبتو. بيع أكثر من 2 مليار بيتكوين. الآن الشركة في عملية جني أرباح. صديقي مناطق 40,000 غير مناسبة للاستثمار، حتى ما شفنا منها أي ارتداد. صديقي بتوقع قاع البيتكوين راح يكون من مناطق 31,000 إلى 35,000، وبالغالب على 31,000. صديقي إذا كنت عمال بتتابعني، أنا نزلت فيديوهات بالسابق أمامنا انخفاض ما يقارب 40% قبل الصعود، لكن شباب أنا ورغم لكن هذا الهبوط إيجابي للسوق، حتى بمناطق 35,000 ومناطق 31,000 أنا ممكن أعزز وأدخل صفقات مضاربة. أبدا ما تغير نظرتي للترين. الأشخاص السلبيين ممكن نروح إلى مناطق 20,000 25,000. صديقي دائما موجودين هيك أشخاص. صديقي بكير لنتكلم عن السلبية المطلقة. نحن حاليا شباب أي فرصة صديقي نحن موجودين، أي هبوط بيكون فرصة للتعزيز والدخول بمناطق مناسبة. صديقي بتمنى منك ما تكون من الجماعة المتشائمة بالأسواق. أيضا صديقي الخوف الزايد ممكن يسبب لك خسارة مثل التسرع. صديقي هذا الهبوط بيأثر كتير على أصحاب العقود الآجلة. أما شباب بالنسبة لأن اللي نحن بنشتغل سبوت، أي انخفاض هي منطقة أخرى للتعزيز. صديقي إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة والاستثمارية وحابب تحصل على صفقة مجانية سعرها 11.0 قادرة على حذف 4-5 صفار لتعطيك أرباح ضخمة، ما عليك صديقي لتتواصل معي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على هاي الصفقة المجانية. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو واستفدت من هاي المعلومات، لا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى صديقي تفعل زر الجرس لينتشر هذا المحتوى ليصل لأكبر عدد من الأشخاص لحتى يستفادوا من هاي المعلومات.